الجمعية أسست من أجل الدفاع عن حقوق مبثورة للسكاكي، ولدينا بوابة سميناها منادي التقاعد المبثور، وهذا المبثور ليست بنقطتين يعني عادية وإنما بثلاث نقط، لأن الكل يعلم في اللغة العربية أن المبثور بنقطتين تعني المقطوع، كما نقول الدين المقطوع، لكن المبثور هو فصل الشيء عن الشيء، يعني خذوا من القمح خذوا الدقيق وخلوا لنا النخالة، من الموز خذوا الموز وخلوا لنا هذا إلى غير ذلك. فبدينا بهذه البوابة أولا، ثم انتقلنا إلى تأسيس هذه الجمعية واضعين الأهداف، وهو الدفاع عن السكاكيات والسكاكيون المزاولون والمتقاعدون والمتقاعدات والمزاولين مزاولات، وكذلك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. ففي البداية قمنا بالتأسيس هنا في هذا المركب الثقافي يوم 28 غشت 2022، ووضعنا ملفنا ببوزنيقة بالبشوية ديال بوزنيقة، إلا أنه لم نحصل على وصلنا النهائي إلا يوم 17 ماي 2023. وسبق أن أسسنا فرعين، فرع بمراكش بالوصل المؤقت وفرع تازة بالوصل المؤقت، إلى أنه لما أردنا أن نؤسس فرع بالجهة الدار البيضاء لم تقبل السلطات ذلك، ونحن نعلم خبايا الأمور، السلطات ما عليها والو، ولكن هناك من وراء السلطات الذي لا يريد لنا أن نتوفر على فروع ولا على وصل نهائي إلى غير ذلك. ولكن عملنا جاهدين وحاولنا أن نكون في مستوى النضال، ووصلنا إلى هذا الوصل النهائي لنقيم هذا الفرح وهذا اللقاء اليوم، من أجل أن نوفي السكاكيين بماذا حدث وماذا يحدث، وشاركنا في ذلك المجتمع المدني، وشاركتنا الأستاذة منيب. وهنا يأتي سؤالك، لماذا بالضبط أستاذة نبيلة منيب؟ فتعلمين أن عبد الربيع رئيس الجمعية المغربية للتنمية والتعاون لمتقاعد السكك الحديدية هو في الحقيقة لا يأخذ القرارات، لست أنا الذي أخذ القرار، وإنما هناك مكتب. فلما اجتمعنا ببوزنيقة بمقرنا المركزي، لدينا هناك مقر مركزي كما لنا مقر بالدار البيضاء ولنا مقر في بمراكش ومقر بتازة، إلى أنه يعني في هذا المقر بالضبط ببوزنيقة اتفق الجميع على أن يجب أن نعطي ملفنا لمن نثق فيه، وتواجد في البرلمان، فتم اقتراحها، لأن الكل هناك الجميع الأحزاب هناك لم تعد كما كانت في السابق لا تهتم بمشاكل الطبقة العاملة إلى غير ذلك، ولكن جرأة الأستاذة ومكانتها، وكما تعرفين أن الكل يقول بأن المرأة الحديدية إلى غير ذلك. وفي الحقيقة يعني مشاكل صندوق التقاعد، مشكلة التغطية الصحية، مشكل ديال واحد الجمعيه ديال فلس الارمله اللي قيل انها ستذوب في شي صندوق اخر، وهي دايره بحال كتقول لي اجي السي مساعد انت ما تبقاش عايش في بيتك، اجي تدخل معايا للبيت ديالي. هذا لا يمكن، هذيك جمعيه مستقله والقانون ما كيحمي حتى شي واحد يحلها ولا يدمجها ولا يدير لها اي حاجه. هما تيقولوا بان اللجنه ديال التعاضد، اللجنه العليا للتعاضد ديال وزاره التشغيل اللي كتجمع بها حتى وزاره الصحه وزاره الاقتصاد، يعني راه تم اتفاق على إدمان. لا ابدا، نحن متبعين الملف من 2001، وديجا فهي مساله ديال مطروحه للقضاء، وخصنا نعرفوا هذه المسائل فين مشات، وكيفاش تبقوا هما الماده 22 بدون حق، ولا يمكن هذا كله. اذا ما علينا الا ان نناضل من اجل استرجاع حقوقنا، ان لم نقل مكتسباتنا، لا نطالب الان بالحقوق، نطالب بالمكتسبات، ان تعود لنا مكتسباتنا.